التفاصيل الكاملة لتأثر أصحاب الودائع والشهادات بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة. قرار جريء اتخذه البنك المركزي مؤخرا بعدما قرر خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%. ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخيمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي. ويتساءل الكثير من المواطنين حول مدى تأثر ودائعهم في البنوك بتخفيض أسعار الفائدة، خاصة أن القرارات المتعلقة بتحركات أسعار الفائدة تؤثر بشكل قوي على جميع القطاعات المالية والاقتصادية. والحقيقة أن قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة لم يؤثر على ودائع العملاء في البنوك، ولكنها ستؤثر على العملاء الراغبين في عمل شهادات جديدة أو الراغبين في الاقتراض. وسجلت إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 4.7 تريليون بنهاية يونيو 2020 مقابل 4.603 تريليون بنهاية مايو 2020، وبلغت إجمالي الودائع الحكومية نحو 744.391 مليار بنهاية 2020 مقابل 738.006 مليار بنهاية مايو 2020. وتنقسم الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 642.360 مليار، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 102.031 مليار بنهاية يونيو 2020. وسجلت إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 3.956 مليار بنهاية يونيو 2020 مقابل 3.865 مليار بنهاية مايو 2020. وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.281 مليار، وبالعملات الأجنبية نحو 674.308 مليار بنهاية يونيو 2020.